أحسن الله إليكم. يقول السائل هذا الأخ فعين عين: إذا أرسل إلي شخص رسالة عبر الجوال يدعوني فيها لحضور ليلة زفافها أو زواجه، هل تكون من الدعوة الخاصة فيجب إجابته؟ نعم، هذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم: وإذا دعاك فأجبه. وقال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويترك الفقير أو من يريدها. ثم قال: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. دل على أن إجابة الدعوة خصوصا وليمة الزواج أنه أمر واجب، إلا إذا كان له عذر فإنه يبدي عذره ويسقط عنه الوجوب. نعم.